يعني ايه مكثف؟ الانسان بصفه عامه كده طماع. اخدت دوائر كان فيها مقاومه اوميه، فلقيت ان المقاومه الاوميه بتسبب فقد في الطاقه الكهربيه في صوره طاقه حراريه. قلت لا ما تلزمنيش، انا عايز ملف. ايه الميزه اللي كانت في الملف؟ بيخزن الطاقه الكهربيه في صوره مجالات مغناطيسيه ما بيفقدهاش، يبقى دي ميزه. الانسان دايما في تطور، دايما طماع، قال لك لا انا عايز حاجه احسن. لحد ما وصل لحاجه اسمها المكثف. ايه الميزه اللي في المكثف على الملف؟ قال لك بيخزن الطاقه الكهربيه في صوره مجالات كهربيه. في صوره مجالات كهربيه يعني ايه؟ ايه الفرق؟ كان الملف بيخزنها في صوره مجالات مغناطيسيه، يعني قطب شمالي وقطب جنوبي. اول ما تيجي تفتح الدايره يبدا يدي لك الفضل المغناطيسي بتاعك تاني، يقول لك خد ولد قدره كهربيه وطاقه كهربيه. لكن انت تخزنها في صوره مجالات مغناطيسيه زي بطاريه الموبايل بالظبط. بطاريه الموبايل توصل لها تيار، تبدا تخزن التيار في صوره قطب موجب وقطب سالب، يعني مجالات كهربيه. يبقى ايه الفرق بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي؟ المجال المغناطيسي قطب شمالي وقطب جنوبي، اما المجال الكهربي قطب موجب وقطب سالب. تبدا تخزن الطاقه الكهربيه في صوره مجالات كهربيه. ميزه ولا لا؟ اه ميزه، عشان كده استخدمتها بطاريه الموبايل. اتفضل. احنا بقى جايين النهارده ندرس المكثف ده. ايه هو المكثف؟ قوانينه، او بما انه لسه جهاز جديد ما درستوش قبل كده زي المقاومه والملف، فهتدرسه مره مع التيار المستمر ومره مع التيار المتردد. ماشي يا عبد الله كده. اول حاجه هو يعني ايه مكثف؟ قال لك المكثف ده لوحين معدنيين متوازيين بالشكل ده كده، شبه البطاريه لكن الضلعين مالهم متساويين في الطول. لوحين متوازيين متعادلين كهربيا. يعني ايه متعادلين كهربيا؟ يعني الشحنات السالبه اللي موجوده على احد جانبه بتساوي الشحنات الموجبه الموجوده على الجانب الاخر. لو جيت تعد الشحنات اللي على يمين اللوح الموجبه هتلاقيها بتساوي الشحنات الموجبه اللي موجوده على الطرف الاخر. وبينهما ماده عازله، في بين اللوحين ماده عازله. يبقى ايه هو المكثف؟ هو عباره عن لوحين معدنيين متوازيين متعادلين كهربيا بينهما ماده عازله. خلاص كده؟ وبيخزن الطاقه الكهربيه في صوره ايه؟ مجالات كهربيه مش مجالات مغناطيسيه، يعني في صوره قطب موجب وقطب سالب، وده التعريف بتاعه. لوحان معدنيان متوازيان متعادلان كهربيا بينهما ماده عازله تحول الطاقه الكهربيه الى مجالات كهربيه. خلص تعريف. ما درستوش قبل كده اول مره تشوفه، يبقى لازم تدرسه مع كل مصادر الطاقه. لو كنت شفته في الفصل الاول مع مصادر التيار المستمر ما كنتش هتدرسه دلوقتي. طيب انا ما شفتوش في الفصل الاول، يبقى سيادتك محتاج تدرسه مع مصادر التيار المستمر. وبعد كده انت في فصل دوائر التيار المتردد، يبقى ادرسه مع التيار المتردد، بس انت ما تعرفتش عليه قبل كده. صلوا على النبي. انا هاخد المكثف ده المتعادل كهربيا اوصله مع مصدر تيار مستمر اللي هو كان مين؟ بطاريه. المكثف متعادل كهربيا، يعني لو كان في هنا مثلا خمس شحنات سالبه فيبقى في قبلهم خمس شحنات موجبه. تمام كده؟ اقفل الدايره. اول ما هقفل الدايره تبدا الالكترونات تخرج منين؟ من القطب الموجب ولا من القطب السالب؟ منين؟ الالكترونات بتخرج من القطب السالب. واحد يقول لك لا ده اتجاه التيار من الموجب، ده كان الاتجاه الاصطلاحي اللي انت اشتغلت عليه، لكن دلوقتي بس على اتجاه مين؟ الالكترونات. الالكترونات كان مصدرها الحقيقي بتخرج من القطب السالب. لو انا مثلا عندك 10 صفوف الكترونات بالشكل ده كده، الالكترونات تبدا تخرج من السلك ده يقابلها اللوح الاول وليكن اللوح ايه، تبدا تتراكم عليه كده. الشحنات السالبه ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد. زود يا عم الشحنات السالبه اللي كانت موجوده دي كده. هنا المكثف بقى متعادل كهربيا؟ لا. ايه اللي هيحصل؟ خش في الدبره. الشحنات السالبه اللي على اللوح ايه؟ تبدا تاثر على الشحنات السالبه اللي موجوده عند اللوح الثاني اللي هو بيه. هتاثر عليها بقوه تنافر ولا تجاذب؟ شحنات سالبه وفي شحنات سالبه ثانيه اقل. هتاثر عليها بقوه ايه؟ تنافر. شحنات سالبه مع شحنات سالبه ثانيه زيها، تبدا تقول لها شحنتها السالبه اللي هنا امشي من هنا ارجع على البطاريه، بدات تاثر عليها بقوه تنافر. تبدا الالكترونات دي تمشي من هنا وترجع للبطاريه ثاني. معنى ان هنا الشحنات السالبه بتزيد. عشان بزياده الالكترونات الشحنه السالبه بتزيد، الجهد بيزيد ولا بيقل؟ الشحنات السالبه بتزيد، يعني معناها ان الجهد بيقل. الشحنات السالبه دي تقلل اي جهد، يبقى جهد اللوح ايه اللي بيحصل له؟ يبقى رقم واحد عنده غلق الدائره. تخرج الالكترونات من القطب السالب لتتراكم على اللوح ايه.
خلاص تراكمت على اللوح ايه كده جهده، ايه اللي بيحصل له؟ بيقل، يعني بين قوسين كده يقل جهد اللوح. رقم 2، الشحنات السالبه اللي هنا احداث التنافر مع الالكترونات اللي موجوده عند اللوح بي، فقالت الالكترونات تمشي، فقدت شحنه سالبه، يبقى اللوح بي جهده بيعلى ولا بيقل؟ اذا كانت الشحنات السالبه بتقللني تبقى مفقدها، يبقى جهد بيزيد ويفقد اللوح بي الالكترونات السالبه، في اللي يحصل لجهده فيزداد جهده. انت عايز توصل لايه؟ لو انا وانت واقفين مع بعض في نفس المستوى، انت عشان لسه داخله دلوقتي دقيقتين بالظبط هتبقى توضح الرؤيه. الشحنات السالبه دي جهد سالب، جهد السالب يعني بيقل، يعني هو اصلا جهد سالب ده يقلل اي حاجه، جهد الموجب بيعلي اي حاجه، تمام كده؟ فالشحنات السالبه دلوقتي بتتراكم على اي لوح؟ اللوح الاول ايه عملت ايه في الجهد بتاعه؟ قللته. اول ما الشحنات السالبه تراكمت هنا تعمل ايه مع الشحنات السالبه اللي كانت موجوده عند اللوح بي؟ قوه تنافر تقول لها امشي، يبقى اللوح بي ايه اللي حصل له؟ بيفقد السالب، يبقى جهده بيعلى. لو انا وانت واقفين في نفس المستوى، في فروق ما بيننا؟ مفيش فروق ما بيننا، راس براس. انت سيادتك بتقل، بلاش خلينا انا اللي بقل، وانت بتطلع كده الفروق بيننا ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد، صح كده؟ اه بالظبط، ده اللي بيحصل كفروق جهد بين اللوح A واللوح B. اللوح A جهده بيقل واللوح B جهده بيعلى، يبقى فرق الجهد في الحاله دي ايه اللي بيحصل له؟ فرق الجهد يزداد. فرق الجهد ايه اللي بيحصل له بين اللوحين؟ يزداد. انت خدت شرط مرور تيار كهربي، شرط مرور تيار كهربي ان التيار بينتقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل. قبل ما توصل التيار الكهربي كان فرق الجهد بين اللوحين دول بكام؟ بصفر، مش كان اللوحين متعادلين؟ يعني الجهد عند اللوح A بيساوي الجهد عند اللوح B. اول ما بدات اوصل التيار الكهربي المكثف ايه اللي بيحصل له؟ عمال بيشحن، يشحن شحنات سالبه، يشحن الكترونات، كل ما يشحن الكترونات يعمل تنافر مع الالكترونات اللي في اللوح الثاني، يبقى فرق الجهد بتاعه ايه اللي بيحصل له؟ بيزيد 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 عند تمام الشحن. امتى بقى يوقف شحن؟ لو فرق الجهد هنا بين لوحي المكثف بقى بيساوي فرق الجهد بين طرفي البطاريه، في الحاله دي هيمر تيار كهربي؟ مش هيمر تيار كهربي. يعني المكثف، خلاصه هي في جمله واحده، يسمح المكثف يسمح بمرور التيار المستمر بس بشرط عند تمام الشحن يتوقف مرور التيار المستمر. يبقى امتى المكثف يسمح بمرور التيار المستمر؟ قبل ما يتشحن. طب عند تمام شحن المكثف شده التيار فيها بكام؟ بصفر. طيب انا بقول الكلام الكتير ده ليه؟ عشان اجي لك جمله صغيره بس في المسائل كده ترجمتها حاجه واحده، احسب شده التيار المر بالمكثف عند تمام الشحن صفر. بس هي دي ملخص الجمله. يبقى الجمله بتاعتها او ملخص المكثف مع التيار المستمر، لا يسمح المكثف بمرور تيار مستمر عند تمام الشحن. يبقى كان التيار اللي بيمر فيه تيار لحظي لحد ما تم شحنه وبعد كده خلاص وقف، كده انت خدت توصيله مع التيار المستمر. يلا بقى كده خلصنا الفصل الاول، تعال نخش على الفصل الرابع اللي هو دوائر التيار المتردد. لو انا وصلته مع تيار متردد، توصيل المكثف مع دوائر التيار المتردد، يعني ايه تيار متردد؟ يعني تيار متغير المقدار كل لحظه، متغير الاتجاه كل نصف دوره. على سبيل المثال المكثف ده وانت بادئ متعادل كهربيا ولا مشحون؟ متعادل. يعني التيار في الحاله دي لو انا كان في هنا مفتاح وقفلت المفتاح، التيار في الحاله دي كبير ولا صغير؟ كبير. تيار لحظه الغلق كبير. ليه يا عم؟ اصل المكثف كان لسه متعادل. يعني لو هتمثل فرق الجهد بين لوحي المكثف في الحاله دي كان فرق الجهد بين لوحي المكثف بصفر، فرق الجهد بين لوحي المكثف كان لسه بصفر، يبقى شده التيار قيمه عظمى، ده شده التيار. طيب شده التيار عمال بيروح، فرق الجهد ايه اللي بيحصل له؟ بيزيد. فرق الجهد بيزيد يعني بعد 90 درجه بالظبط، 90 180 270 360، مش عايز ادخلك في علاقات رياضيه ازهقك، زود فرق الجهد، فرق الجهد بيزداد 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 لحد ما وصل للقيمه العظمى اللي هي فيها الفي للمكثف بتساوي الفي باتري او الفي للدينامو. عند اللحظه دي شده التيار هتكون بكام؟ بصفر. ومش خلاص كده وصل لتمام الشحن؟ فرق الجهد هنا بيساوي فرق الجهد هنا، يبدا شده التيار يقل وهكذا. شده التيار يبدا يزداد في الاتجاه المضاد، شده التيار هنا قيمه عظمى ولكن في الاتجاه الاخر، فرق الجهد كان في الحاله دي بصفر، شده التيار وصل للصفر يزيد، ما هو بيتغير مع جيب الزاويه، فرق الجهد يتغير عكسه. خلصت الرسمه دي؟ مين اللي بيتقدم على التاني؟
شده التيار. شايف شده التيار لما كان لسه فرق الجهد بصفر، لسه مولود كان خلاص شده التيار عدى، خلص الجامعه خلاص يعني اتخرج بقى في القيمه العظمى بتاعته. يبقى مين اللي بيتقدم على الثاني؟ شده التيار. ده في الملف كان مين اللي بيتقدم؟ مين اللي كان بيتقدم؟ فرق الجهد. يبقى هنا خلاصه الكلام ان فرق التور، فرق التور بين طرفي المكثف مين اللي بيتقدم؟ يتقدم شده التيار على فرق الجهد بمقدار ربع دوره. يعني لو هتعمل له تمثيل اتجاهي، ده كان شده التيار بيصنع زاويه صفر مع محور السناد، يبقى الفي سي اللي هو فرق الجهد بين طرفي المكثف ده يتقدم ولا بيتاخر؟ بيتاخر، يعني مكانه تحت هنا كده في السالب، كان لسه ما جاش اصلا لما انت كنت عند الصفر انا لسه ما جيتش. طب لو كان فرق الجهد هو اللي هنا يبقى شده التيار بيسبق وهكذا وبيلف ورا بعض. خلص الكلام ده، نبدا بقى في جزئيه المسائل. اول جزئيه في المسائل شده التيار، هو جاي هنا في مصدر التيار المستمر وعايز يعدي، التيار خارج من هنا، عدي يا تيار، عدي يا تيار، اقف بقى اللوح ايه يبدا يوقف، قول له اقف ما انتش معدي. ايه الالكترونات؟ تمام كده الالكترونات. خلاص يقول له اقف ما انتش معدي، اقف يا عم هنا لحد هنا كده وستوب. مين اللي وقفك؟ قال لك لا انت لازم تشحن لي المكثف ده على الاخر، تشحنه 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 لحد تمام الشحن. الحته اللي بتتملى جوه دي اسمها ساعه المكثف. اسمها ايه؟ ساعه المكثف. ساعه المكثف دي بتحسب من العلاقه كميه الشحنه الكهربيه اللي موجوده على احد اللوحين على فرق الجهد بين اللوحين. يعني السي تساوي كيو اللي هي كميه الشحنه الكهربائيه اللي موجوده بره دي على فرق الجهد بين اللوحين، يبقى السي بتساوي كيو على في. ده قانون، ده اول قانون معاك، ان السي بتساوي كيو على في. طب وحده القياس ايه؟ ممكن واحد يقول لك كولم على فولت، تمام كده. اهي الوحده دي بتكافئ حاجه اسمها ايه؟ الفراد. تكافئ ايه؟ الفراد. تاني سؤال بيجي على ساعه المكثف، العوامل اللي تتوقف عليها ساعه المكثف بتتوقف على كام عامل؟ كم عامل؟ أربعة. إيه هم؟ العامل توقف عليها ساعة المكثف عوض. هي مش القانون سي بتساوي كيو على الفي؟ بعض الناس اللي بيذاكر قانون كويس يقول لك بتوقف على الكيو أو الفي. لا، لا تتوقف على أي حاجة خالص، دي ثابتة. يبقى ساعة المكثف مالها؟ ثابتة، مالهاش دعوة بالكلام ده كله. ده أول قانون معاك. القانون الثاني أو السؤال الثاني، انت قلت لي في التيار المستمر، في مصدر التيار المستمر اللي هيسمح بمرور التيار المستمر عند تمام الشحن. طيب ما قلتش هو بيعمل ايه مع التيار المتردد؟ بالنسبه للتيار المتردد ده هو بيسيبه يعدي ولا بيعمل معاه ايه بالظبط؟ ارجع كده لرسمه التيار المتردد. المكثف في الحاله دي فرق الجهد بتاعه بيزيد 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 في الربع الاول ده، معنى ان فرق الجهد بتاعه بيزيد لحد ما وصل لتمام الشحن. عارف انت بتحط البطاريه بتاعتك تشحن الموبايل يوصل نقطه معينه كده يقول لك من فضلك افصل المكبس من الحائط او حاجه زي كده. يعني ليه؟ خلاص شده التيار وقفت. ليه شده التيار وقفت؟ اصل فرق الجهد بين طرفي البطاريه خلاص بقى بيساوي فرق جهد المحول اللي جاي له اللي انت اللي هو الشحن بتاع الموبايل، فرق الجهد بقى متساوي. تمام؟ اه بالظبط. الجزئيه اللي كان فرق الجهد بتاع المكثف ده بيعلى فيها كان اسمها جزء الشحن. المفروض التيار هنا ايه اللي يحصل له؟ يقف. انا شايف ان التيار لسه مستمر. بعد ما كان فرق جهد المكثف بيساوي فرق جهد المصدر، بدا شده التيار بالنسبه للدينامو قوه الدفع المستحسه بتتغير مع جيب الزاويه، تبدا تقل. مين اللي بيقل دلوقتي؟ قوه الدفع للمصدر. ومين اللي لسه عالي؟ المكثف. المكثف يبدا يفرغ الشحنه اللي فيه. اول ما تشيل الفيشه من الحيطه كده خلاص بدات تسحب الجهد منين؟ من البطاريه بتاعه الموبايل. كده البطاريه بتقوم بعمليه ايه؟ تفريغ. جهدها ايه اللي بيحصل له؟ بيقل. يعني التيار مستمر بس التيار دلوقتي مصدره منين؟ بعد ما كان جاي من الدينامو رايح للمكثف. العمليه دي اسمها عمليه الشحن. في النصف الثاني من الدوره بدا المكثف هو اللي يبعت للدينامو يقول له اصل انت جهدك بيقل والتيار بينتقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل. العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ تفريغ. اما في النصف الاول كان اسمها عمليه شحن. يعني التيار مستمر؟ اه مستمر، لكن باختلاف الاتجاه بتاعه. مش باختلاف الاتجاه، باختلاف المصدر. كان رايح من الدينامو للمكثف في عمليه شحن، بعد كده من المكثف للدينامو في عمليه تفريغ. يبقى التيار هنا بيوقف ولا مستمر؟ مستمر. يبقى السؤال اللي هنا، يسمح المكثف بمرور التيار المتردد ولا يسمح بمرور التيار المستمر؟ لا يسمح بمرور التيار المستمر عند تمام الشحن حيث يتساوى فرق الجهد بين المكثف والمصدر. طب مع التيار المتردد ليه بيسمح بمرور التيار المتردد؟ نتيجة لوجود عملية الشحن والتفريغ. يعني دايما في فرق جهد، دايما في واحد اعلى من الثاني. لكن في مع التيار المستمر اول ما بيتساوى التيار المستمر البطارية مش هتقل، تقول لك احنا راس براس ومفيش تيار معدي. لكن في التيار المتردد هو بيعلى وبيقل، مرة بيفرغ والمرة الثانية بيشحن. يبقى هنا التيار المتردد يسمح
بمروره نتيجة وجود عملية الشحن والتفريغ. كم واحد سقط مني لحد دلوقتي؟ نلخص كل اللي قلناه. كل اللي قلناه كلمتين. المكثف عبارة عن لوحين معدنيين متوازيين متعادلين كهربيا، طالما ما توصلش بتيار كهربي، متعادلين كهربيا. أول حاجة درسناها وصلناه بمصدر التيار المستمر. وصلته بمصدر التيار المستمر، قعد يوصل التيار المستمر لفترة قصيرة وتوقف. ليه توقف يا شهد؟ عشان تم الشحن خلاص، وتساوى فرق الجهد بين المكثف والمصدر، فلا يسمح بمرور التيار الكهربي عند تمام الشحن. بعد كده اخدت حاجه اسمها ساعه المكثف، وهو قانون بدون اثبات، السي بتساوي كيو على في، وحده قياسها فرد، وحده قياسها ايه؟ فرد. وحده قياس ساعه المكثف فرد. تتوقف على كام عامل؟ لا دي ثابته، ما تتوقفش على اي عامل. هي خلاص انت صنعت المكثف، هي بتتوقف على المكثف نفسه. كل مكثف له ساعه خاصه بيه، انت مجرد بتحسبها بس. بعد كده وصلت المكثف بمصدر التيار المتردد، لقيته بيسمح بمرور التيار المتردد. علل ليه بيسمح بمرور التيار المتردد؟ ليه يسمح بمرور التيار المتردد؟ عشان كان في عمليتين عكس بعض، واحده شحن والثانيه تفريغ، فالاثنين محافظين دايما ان في فرق جهد، فيسمح بمرور التيار المتردد نتيجه وجود عمليه الشحن والتفريغ. المكثف ده الى حد ما بيسبب تاخير للتيار. يعني ايه تاخير للتيار؟ يعني لو جيت تبص على الرسمه اللي معاك، التيار اللي كان باللون الاخضر، التيار كان بصفر لما كان فرق الجهد قيمه عظمى. يا عم انت ايه اللي يسبق؟ بس الى حد ما بيسبب تاخير. الحصه اللي فاتت قلت لك ان الملف الحسي هو اللي بيسبب تاخير نتيجه المفاعله الحسيه او نتيجه الحس المتولد او القوه الدافعه المستحسه العكسيه. النهارده المكثف بيسبب تاخر في نمو التيار. ليه يا عم تاخرت نمو التيار؟ قال لك التيار ما هو معدي من الدايره هنا الا لما يملي المكثف من جوه. التيار ده داخل، ايه اللي كان بيحصل له؟ اللوح ايه كان بيوقفه؟ يقول له الاول اشحن للمكثف، اشحن اشحن اشحن، مليت خلاص المكثف، اقدر كده اسمح ان التيار يخرج تاني. عمليه الشحن والتفريغ دي مش خدت وقت. المكثف كان موقف التيار بره هنا، قال له والله ما انت معدي، قال لما اشحن المكثف الاول. يا عم انا عايز اعدي بسرعه، شفت كده لما تيجي رايح درس ومتاخر ويجي واحد رغاي يوقفك، يخلص الطاقه اللي وقفك فتروح نايم الدرس؟ بالظبط كده. اهو المكثف ده واحد رغاي واقف في طريق الالكترونات، قاعد يرغي معاها لحد ما قلبها وخد منها الالكترونات، هيرجعها لها تاني بس بعد وقت. خد بقى تاني في عمليه التفريغ، كده سبب تاخر للتيار ولا لا؟ سبب له. وكل ما ساعه المكثف تزيد، ايه اللي يحصل؟ تاخر التيار يزيد هو كمان. وصلت كده؟ يعني هنا يسبب المكثف، يسبب المكثف تأخر لنمو التيار بسبب مين؟ ساعته. أخدت المفاعلة الحسية كان رمزها اكس ال، أي كلمة مفاعلة، أي كلمة مفاعلة بنختصرها في رمز اكس، يبقى مفاعلة اكس. بس دي مفاعلة اسمها ايه؟ التانية كانت مفاعلة حسية عشان نرجع عن الحس الذاتي، دي بسبب مين؟ ساعته، فهنسميها مفاعلة سعوية. مفاعلة ايه؟ سعوية. التانية كانت مفاعلة حسية فالحس كنا بنختصره في ال، السعوية دي اللي هي المكثف كان رمزها سي، فتبقى اكس سي. المفاعلة الحسية كان قانونها اوميجا في ال، ده قانونها بدون اثبات هو الاكس سي هيساوي واحد على اوميجا في سي. قانونها ايه؟ الاكس سي بيساوي واحد على اوميجا في سي، او ترجمها اكتر واحد على 2 باي اف في سي. وحدة قياسها هي مش بتسبب تأخر للتيار، يبقى وحدة قياسها اوم. خلصنا النظري، بدأنا في المسائل، مسائل لذيذة وتافهة جدا. احسب المفاعلة الحسية، احسب شدة التيار المر بالمكثف، هي مش الاي كان بتساوي في على ار، بس انا مين اللي قايم معايا بدور الار دلوقتي؟ ساعة المكثف، تبقى الاي في الحالة دي هتساوي في على اكس سي. خلص الدرس، تعالى بقى نبدأ في المسائل. حد عايز حاجة من على السبورة؟ أنا عايز حاجة، عايز من على السبورة ثلاث جمل. لا يسمح بمرور التيار المستمر عند تمام الشحن، يسمح بمرور التيار المتردد نتيجة عملية الشحن والتفريغ، المفاعلة الحسية الاكس سي بتساوي واحد على اوميجا في سي، ووحدة قياسها اوم، وشدة التيار المر بالمكثف هيساوي الاي بيساوي في سي على اكس سي، ووحدة قياسه امبير. يزداد فرق الجهد بين اللوحين حتى يتساوى مع فرق الجهد بين قطبي البطارية، فيتوقف انتقال الشحنات، وبذلك قد تم شحن المكثف. السي بتساوي كيو على في، حيث السي هي ساعة المكثف، وكيو هي كمية الشحنة الكهربية، والفي هي فرق الجهد بين لوحي المكثف، فوحدة قياسها يا إما كولم على الفولت أو بتكافئ فرد. ملحوظة إن ساعة المكثف ثابتة ولا تتوقف لا على الشحنة ولا على فرق الجهد. أول سؤال، إذا كانت ساعة المكثف 3 مايكرو فراد، الساعة اللي هي كان رمزها إيه؟ سي. 3 مايكرو فراد، أنا ما بشتغلش بالمايكرو، أنا بشتغل بالفراد. المايكرو عشان يتحول يتضرب في 10 أس سالب 6 فرد. وكان فرق الجهد بين لوحيه 1 فولت، الفي بيساوي 1 فولت، فإن الشحنة المتراكمة بيسأل على الكيو على أحد لوحيه. القانون كان بيقول السي بيساوي كيو على في، إذا الكيو هيساوي سي في في، وكانت الفكرة كلها في تحويلة. خلص كده الكلام؟ يبقى كيو بتساوي سي في في. تطلع تقريبا ب 3 من 1000 ملي كولم.
الشكل المقابل يمثل علاقة بين الشحنة المتراكمة وفرق الجهد على 3 من 4 مكثفات بين نوعي كل منهما أثناء عملية الشحن، فأي هذه المكثفات له أكبر سعة؟ هو الميل في الحالة دي هيساوي إيه؟ سعة المكثف؟ ده سعة المكثف كانت بتساوي كيو على في، الميل هنا بيساوي إيه؟ في على كيو، يعني مقلوب السعة، يعني اللي له أقل ميل له أكبر سعة، مش الميل هنا مقلوب السعة؟ الميل في الحالة دي يعني 1 على C هيساوي في على كيو. يبقى مين اللي عنده أكبر سعة؟ اللي عنده أقل ميل لأنها مقلوب السعة، يبقى دي هو أكبر سعة. ده عملية إيه؟ في الربع الأول كان إيه اللي بيحصل؟ شحن، في الربع الثاني تفريغ، وكذلك حتى يستمر مرور التيار المتردد. وبدأنا في العلاقات الرياضية إن الإكس سي بتساوي 1 على أوميجا في C أو 1 على 2 باي F في C، واسمها المفاعلة السعوية. كانت بتتوقف على كام عامل؟ بص على القانون أنت تفتكر. الإكس سي تتوقف على عاملين، أول عامل تردد، ثاني عامل السعة. فاكر المفاعلة الحسية كانت بتتوقف على التردد طردي ولا عكسي؟ المفاعلة الحسية اللي في الملف كانت بتتوقف مع طردي، لو في ترددات كبيرة فتبقى المفاعلة الحسية كبيرة فمش هتخلي التيار يمر، لو التردد قليل زي التيار المستمر تردده بصفر فمش هتحس اصلا بمروره فالتيار هيبقى اعلى قيمة. لكن هنا الموضوع هيختلف، هي بتتناسب مع التردد تناسب عكسي، يعني اللي عنده تردد كبير تردد عالي واللي عنده تردد صغير هتعمل ايه في اللي عنده تردد عالي؟ هتقول له اتفضل اهلا وسهلا، كل ما تزود الرقم اللي في المقام الناتج ايه اللي يحصل له؟ يقل، يبقى المفاعلة السعوية ايه اللي يحصل لها؟ تقل، فالتيار يكون اكبر قيمة، يبقى عند الترددات العالية ايه اللي هيحصل للمفاعلة السعوية؟ تقل المفاعلة السعوية. وبعدين يا سيدي بعد ما تقل المفاعلة السعوية لا تسمح بمرور التيار، او التيار يكون اكبر قيمة. طيب في الحالة الثانية بقى لو الترددات صغيرة هتعمل ايه مع الترددات الصغيرة؟ المقاومة هتكون كبيرة جدا، المفاعلة السعوية هتكون كبيرة، والدليل لما انت دخلت عليها تيار مستمر فترة صغيرة قلت له ما انتش معدي، بقت المقاومة كبيرة جدا في وش التيار المستمر، ليه تيار مستمر لو مقاومتي كبيرة معايا؟ قال لك اصل انت ترددك بصفر. فكل اقسم كده اي حاجة على صفر، بما ان المفاعلة السعوية اكس سي بتساوي 1 على 2 باي F في C، اي حاجة على صفر ما لا نهاية، يعني المفاعلة السعوية هتكون بما لا نهاية، هيمر تيار ينعدم مرور التيار. وصلت كده؟ يلا نشوف الأسئلة بتاعتها. إذا وصل مكثف سعته كذا بمصدر تيار متردد 50 هرتز فإن المفاعلة السعوية هتساوي كام؟ معاك التردد ومعاك المفاعلة، تعويض مباشر. الإكس سي هيساوي 1 على 2 باي F في C. إيه التعديل يا محمد يا أسامة اللي هيتعمل هنا؟ هاخد الساعة كده؟ هاخدها 7 على 22؟ 10 كام؟ سالب 6 لأنه بالمايكرو. مكثف سعته، مكثف ثابت السعه متصل مباشره بمصدر تيار متردد تردده اف، فكانت مفاعلته السعويه اكس سي. فاذا زاد تردد التيار الى 3 امثال، هي مش العلاقه عكسيه بين التردد والمفاعله السعويه، التردد يا عم انا هزوده ل3 امثال، ده هيزيد ل3 امثال، يبقى المفاعله السعويه ايه اللي يحصل لها؟ تقل للتلت، العلاقه عكسيه، يبقى هنا ايه اللي يحصل لها؟ تقل للتلت، فان مفاعلته السعويه تقل للثلث. مسائل البياني، طالب مين في الاخر؟ احسب شدة التيار، تردد التيار. عشان احسب تردد التيار اكيد لازم يكون في معطيات هناك وفي معطيات في الرسمة. القانون كان معاك بيقول ايه؟ الاكس سي بيساوي 1 على 2 باي F في C، 1 على 2 باي F في C. الاكس سي موجودة؟ لو اخدت الاكس سي ب2000 مثلا، امشي كده معاها، دي مين؟ السي ولا الواحد على سي؟ دي 1 على C، انت سيادتك عايز مين؟ انا عايز السي. عشان احسب السي عايز الاف في طرف لوحدها، طلع لي كده الاف بره ونزل اكس سي مكانها، تبقى الاف هتساوي 1 على 2 باي C في اكس سي. الاف مطلوبه، الاثنين ثابت والباي موجود، والسي عايز اطلعها من هناك كده، بما ان 1 على C هتساوي 1000 × 10³، يبقى السي نفسها هتساوي كام؟ اقلب ده واقلب ده، يبقى السي هتساوي 1000 × 10³، يعني 1 على 10^6، يبقى السي هتساوي 10^6 فرد.
يبقى الرسمه هنا ما كانش مديك السي، مديك واحد على السي يعني تاخد الرقم وتقلبه. قلبت الرقم خلاص وبقى معاك السي، خلاص بقى معايا السي ب 10 اس سالب 6 ومعاك الاكس سي اصلا ب 2000. عوض تعويض مباشر، تبقى الاف بتساوي 1 على 2 الباي ب 3.14 من 100 في السي ب 10 اس سالب 6 في الاكس سي. راحت فين الاكس سي؟ الاكس سي ب 2000. وحده القياس ما تنساش تطلع بالهرتز، يطلع الناتج معاك على الاله تقريبا 79.55 من 100 هرتز. هي ليه لكت المفعل السعوية ليه استبدلنا الملف بمفعل سعوية او جبنا مكانه مكثف؟ لانه بيعمل ايه الميزة اللي كانت فيه؟ لا احنا ليه شلنا الملف وحطينا مكانه مكثف؟ كانت ايه الميزة اللي فيه؟ ما المكثف الملف ما كانش بيفقد طاقة كهربية، بيخزنها في صورة ايه؟ مجالات كهربية. دي ميزة، انا مش عايز مغناطيس وفرها لي كده في الاسهل على طول في مجالات مغناطيسية. يبقى ليه استبدلت الملف بمكثف؟ لانه بيخزن الطاقة الكهربية في صورة مجالات كهربية. معلش الحصة ايه خلاص ما عادش فيها حاجات بسيطة. مقارنة صغيرة هتفيدك قوي وهترقع لك في الاختياري جامد. صلى على النبي. الاي ماكسيمم ده هيلعب معاك جامد جدا. الاي ماكسيمم في المقاومه، في الدايره اللي كان فيها مقاومه رقم واحد في المقاومات، كنت عشان احسب الاي ماكسيمم كنت بقول ان الاي ماكسيمم ده بيساوي في ماكسيمم على ار، صح كده؟ والفي ماكسيمم دي كنت بحسبها من علاقه ابن اوميجا، والاوميجا كانت تتفك 2 باي اف على ار. يعني ايه العلاقه دلوقتي بين الاي ماكسيمم والتردد؟ علاقه نوعها ايه؟ طرديه، مش الاثنين مع بعض في البسط. فالعلاقه هنا لو الدايره فيها مقاومه بين الاي ماكسيمم والار فهي علاقه طرديه. رقم 2، في ملف الحس كانت الاي ماكسيمم هتساوي في ماكسيمم على مين؟ على اكس مين؟ اكس ال. لو هتفك القانون الفي ماكسيمم ده كان بيساوي ابن اوميجا اللي هي 2 باي اف على الاكس ال، ده كان 2 باي اف في ال. شيل ال 2 باي اف مع ال 2 باي اف، يبقى مين اللي اتبقى معاك؟ ابن على ال. يبقى الاي ماكسيمم هنا بيتوقف على كام عامل؟ مساحه والكثافه وعدد اللفات وطول الملف. له علاقه بالتردد؟ يبقى الاي ماكسيمم ده بين طرفي الملف ايه علاقته بالتردد؟ ثابته. طب تعالى بقى نشوف المكثف هيختبرك بالثلاث حاجات. يبقى الاي ماكسيمم مع الار علاقه مع في دايره المقاومه علاقه طرديه، في دايره الملف علاقه ثابته. طيب في الاخير بقى في المكثف، الاي ماكسيمم في المكثف تحسب من علاقه في ماكسيمم على مين؟ على اكس سي. الفي ماكسيمم ابن في 2 باي اف على الاكس سي، كانت 1 على 2 باي اف في سي. ومقام المقام ايه اللي بيحصل له؟ يطلع بسط. انا عندي هنا 2 باي اف، لما تطلع فوق وفي فوق 2 باي اف تبقى 2 باي اف تربيع، شيلها من هنا، والسي تطلع سي. كده ايه علاقه الاي ماكسيمم بالاف؟ بيتناسب مع مربع التردد. بيتناسب مع ايه؟ مربع التردد. يعني لو علاقه بيانيه بين التردد والاي، العلاقه التزايديه التربيعيه، الداله التربيعيه بتاعت الناس بتوع الرياضه كده، صح؟ يبقى دي داله ايه؟ تزايديه ايه؟ تربيعيه، ده علاقه تربيعيه. يبقى ايه الفرق بين الثلاث علاقات؟ ده في دايره مقاومه، ده في دايره ملف، ده في دايره مين؟ مكثف. يلا نشوف الاختيارات وهيعمل ايه فيك في الثلاث اختيارات دول. الملاحظات دي بتاعت الطلبه الجامده جدا. اذا بزياده التردد للضعف شده التيار العظمى ايه اللي يحصل لها؟ تزداد لاربع امثال، ما هي بتتناسب مع التربيع. هسيب لك الجدول ده هنا، سايب لك الجدول هنا مش محتاج صور. ملف دينامو مهمل المقاومه، فاذا زاد تردد الدينامو الى الضعف فان المفاعله السعويه ايه اللي يحصل لها؟ زودت التردد للضعف، المفاعله السعويه تقل للنصف. على نفس السؤال ده بشده التيار العظمى، انت مزود التيار للضعف، يبقى شده التيار العظمى ايه اللي يحصل لها؟ تزداد لاربع امثال، لان الاي تتناسب مع التردد التربيع. دائرة كهربية تتكون من دينامو تيار متردد عديم المقاومة متصل بمكثف، أي رسمة من دول صح؟ إيه علاقة الأي ماكسيمم بالتردد؟ جيم، الدالة التربيعية. طب إمتى تكون ب صح؟ لما تكون الدايرة فيها إيه؟ لا مقاومة. تكون الدايرة فيها مقاومة. إمتى تكون أ صح؟ لو دايرة بيها ملف حس. أحسنت يا شباب والله. طب إيه علاقة الأي إفكت بالتردد؟
طرديه وانت مغمض. الاي افكت اللي هي القيمه الفعاله هتزود التردد، فانا بزيد معاك علاقه طرديه ومفيش فيها كلام. يبقى العلاقه بين الاي افكت والتردد علاقه ايه؟ طرديه. التردد الاي افكت ملهاش دعوه بالكلام احنا كنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم على مين؟ على الاي ماكسيمم. ده المقارنه اللي كنا بنتكلم فيها، دي اللي انت كنت عايز تصورها. عايز تصورها صور. اتكلم الحصه الجايه في توصيل المكثفات وحل مسائلها. طيب ايه المطلوب منك دلوقتي؟ حل مسائل المكثفات كلها. كده انتهى الدرس الاول. باقي جزئيه صغيره وهي توصيل المكثفات، هتفكرك بايام المقاومات الجميله. ظبطوها كده عشان نخلص الدرس الاول. اتفضل.